السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم درس جديد من بايثون، الدرس رقم 103. طبعا موضوع بسيط، انه فقط اضافة للويب، نسيت اذكرها. بعدنا بالويب، ان شاء الله تكون هاي اخر درس للويب. فبس بالويب انا حبيت انه انوه على شيء، انه هنا احنا من عملنا التمبلت وعملنا الهوم open with other application. انا نسيت انه المح شيء، ممكن تظهر الايقونات كبيره لانه انا اعرضها على شاشه التلفاز، فعندي 42 بوصه فممكن تطلع كبيره عندك، بس ممكن تصغيرها. اوكي، هنا بالانهيرتنس الميراث انا شنو قصدت بيها؟ لاحظ انا هنا ذكرت اسم الكلاس وذكرت الكلاس هو الجامبوترون. جامبوترون هو كلاس موجود من ضمن السي اس اس، من ضمن البوتستراب. فهذا هي الفكرة، انه هو يأخذ من التمبلت، شو يأخذ من التمبلت؟ عفوا، يأخذ من التمبلت البوتستراب. لانه هنا بالهوم لو انا حذفت هذا وحذفت هذا راح يطلع الصفحة اعتيادية جدا، بدون ثيم، بدون سي اس اس. ليش؟ لماذا؟ لان انه انا ما اعطيت لتقنية الميراث انه انت تستطيع ان ترث من التمبلت رابط السي اس اس، بعد ذلك تعمل apply، تعمل submit للسي اس اس على هذا الباراجراف. كذلك للويلكم، لاحظ الويلكم ايضا ما يحتوي على السي اس اس لكن يحتوي على كلاس من ضمن السي اس اس. فهذا الكلاس كيف يتعرف على الجامبوترون؟ يتعرف عن طريق التمبلت. لان انا هنا بالويلكم بالبداية اذكر انه انت تأخذ المعلومات من template.html. template.html يعطي كل المعلومات اللي موجودة. كذلك لو تلاحظ انه انا من اذهب للويلكم او اذهب للهوم تظهر لي القائمة، بالعلم انه القائمة لم تذكر هنا نهائيا، ما ذكرناها القائمة. زين، كيف تظهر؟ تظهر بطريقة الميراث. لان انا في التمبلت لاحظ ذاكر النافيجيشن البار هذا الفوق كان يطلع لنا قائمة فوق. أما المعلومات الويلكم هذه المعلومات، ومعلومات الهوم هذه المعلومات، وين راح تظهر؟ راح تظهر هنا. لاحظ بلوك كونتين اند بلوك. إذا أنا عملت كونتينر خاص يظهر لي معلومات الويلكم ويظهر لي معلومات الهوم. هذا هي تقنية الميراث. فهي فقط فكرة كيف كان يتعامل البيج مع بعض. بالنسبة للفريمورك فلاسك، فلاسك فريمورك هو أحد أبليكيشنات الـ MVC اللي هو الموديول فيو كنترولر. لو كتبنا الموديول فيو كنترولر وعملنا بحث عليه، يا اما الفيد دوره بطيء يا اما النت بطيء. فكرة الـ MVC، الـ MVC الفكرة انه تعمل الموقع مالتك على طريقة بلوكس، على طريقة كيف افسرها؟ الـ MVC، الـ MVC، الـ MVC، الـ MVC تحتوي على ثلاثة كومبوننت. مشكلة كلها بالانجليزي. تحتوي على ثلاث عناصر أساسية لعمل الـ MVC. تحتوي على ثلاث عناصر أساسية. هذه العناصر الأساسية هي عندك الـ M اللي هي الموديول، عندك الـ V اللي هو الـ View، عندك الـ C اللي هو الـ Controller. بس لكن لو في انترنت اوكي، نغلق الفايرفوكس، نفتح فايرفوكس من جديد. عندي الفويد فيدورا بطيء. اوكي، نفتح الفايرفوكس من جديد. اعرف في بالك انه اغلق البرامج استاذ محمد، اغلق البرامج اللي انت شغاله، لكن هاي البرامج هي ما اقدر اغلقها. فايرفوكس كمان، اوبس، فايرفوكس ما بيشتغل. اوكي، يمكن عندنا اوكي، اشتغل فايرفوكس، اشتغل. اوكي، هنا ام في سي. كمان اوكي، هنا الانترنت وقف.
عندنا الانترنت مفصول. السبب واي فاي. select network. اوكي connected to Fedora. لو عملنا turn off. turn on من جديد. اوكي connected to Idora. نجرب راح نكون خارج. راح نكون خارج الكلاود whatever. بس حتى connecting. اوكي نجرب MVC. page not load. اوكي رجع على الانترنت. انتر. اوكي MVC module view controller. فقط اريد اظهر لك الصورة عن طريقة العمل. لاحظ هذا هو الـ MVC. اوكي module view controller وهذا هو اليوزر. هذا هو المستخدم اللي راح نتعامل معه. فاليوزر شنو اللي راح يسوي؟ ماذا يفعل؟ اليوزر يستخدم الكنترول اللي هو الروتس. تتذكرون احنا عندنا بال هنا الروتس. الروتس هو يستجيب لليوزر اللي هو الكنترولر. يستجيب الكنترولر لليوزر عن طريق ارساله الى اين؟ الى الموديول. الموديول من هو الموديول؟ الموديول هو التمبلت والستاتيك وملفات اخرى. بعد ذلك بعد ما يعمل بروسيسنج يعمل ابديت يعرضها للمين؟ لليوزر اللي هي على المتصفح. هذا هو فكرة الـ MVC اللي هو Module View Controller. موضوع بسيط جدا ممكن أعمل عليها دورة أخرى منفصلة عن معنى الـ Module View Controller. طبعا أنا عملت معه كثير على الـ PHP. PHP لغة برمجة أخرى رائعة جدا وراقية جدا. فهذا فقط كنت أود أنه أنطيك فكرة فقط مبسطة عن الـ MVC وأعطيك فكرة عن الـ Inheritance داخل الـ Flask Framework. فلهنا ينتهي درس ماتنا وإن شاء الله نلتقي بدرس آخر. مع السلامة.